دلوقتي مع حضراتكم هنتعرف على قصة نجاح كبيرة جدا في قطاع إنتاج هجن الذرة وتقاوي الخضر والأعلاف. هذه القصة بدأت داخل شركة مصر هايتك الدولية للبذور، استثمار هندي قرر أن يستثمر في قطاع البحث والتطوير في إنتاج الهجن والتقاوي في جمهورية مصر العربية، وعلى مدى 30 سنة قدم العديد من الهجن المتميزة. النهاردة هنحضر معاهم للعام الرابع على التوالي تكريم 1000 مزارع. خليكم معنا. على مدى أكتر من 30 سنة نجحت شركة مصر هايتك الدولية للبذور في أنها تقدم للقطاع الزراعي المصري هجن عالية الإنتاج من الذرة الصفراء والبيضة وكمان الذرة الرفيعة والأعلاف، بخلاف تقاوي مختلفة ومتميزة من الخضر زي الكوسة والخيار. يعني شركة عملاقة، وخصوصا لما تكون كل أبحاثها وشغلها لإنتاج البذور في محطتها في مصر. وبالمناسبة شركة مصر هايتك الدولية للبذور في الأصل استثمار هندي في قطاع إنتاج هجن الذرة وبذور الخضر العالية الإنتاج، وأسسها المهندس رامان سيجال، وفي سنة 2016 استحوذت الشركات المالية العملاقة لوركس وهيليوس على الشركة وأصنافها ومحطتها، مع استمرار إدارة الشركة للمهندس رامان سيجال خبير إنتاج التقاوي الشهير جدا على مستوى العالم. النهاردة بيحتفلوا بمرور 30 سنة على تأسيس شركة مصر هايتك الدولية للبذور، وإنهم للعام الرابع على التوالي بيوزعوا 1000 جايزة على المزارعين المتميزين في الإنتاج لتحفزهم، والجوائز قيمة فعلا جرار وموتوسيكلات وأجهزة زراعية وشاشات تلفزيون وغيرها كتير من المفاجآت. تعالوا في البداية نقابل الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيكلمنا عن خطط التوسع الرأسي والأفقي في زراعات الذرة والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الهجن العالية الإنتاج. لما أقف مع الدكتور علاء يبقى أسمع يعني خطة مصر في التوسع في زراعة الذرة الصفراء والبيضاء. بداية لازم نحن نوفر التقاوي المعتمدة والمسجلة والتقاوي المنتقاة اللي هي بتدي إنتاجية عالية ومن مصادر موثوق بها، وتكون هذه التقاوي مسجلة، وأيضا التقاوي التي يتم إنتاجها بمعرفة الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة. هناك خطة للتوسع في مساحات الذرة الصفراء والذرة الشامية، يقابلها خطة في إنتاج التقاوي المعتمدة والهجن المتميزة ذات الإنتاجية العالية. هل في حوافز للمزارع عشان يتوسع في هذه الزراعات، ولا الوزارة تكتفي بدور المراقب لأي صنف هجن هذه السوق المحلي؟ أقدر أقول لحضرتك النهاردة نظراً لزيادة الأسعار العالمية، فبقى الطلب على المنتج المحلي عالي جداً، وبقى في زراعات تعاقدية محصول الذرة دخل ضمن المحاصيل اللي بيتم التعاقد عليها، وده بيكون أكبر ضمانة للمزارع إن هو عنده ضامن لبيع محصوله بمجرد حصاد. ليه دايماً ألاقي مثلاً سعر الضمان أقل من السعر اللي في السوق الدارج في السوق 4-5000 جنيه؟ ليه؟ اولا عايز اقول لحضرتك ان سعر الضمان ده بيتم تحديده في ضوء مؤشرات اقتصاديه واسعار عالميه ومتوسطات انتاج، فبالتالي هو بيبقى سعر ضمان فقط وليس سعر التعاقد نفسه، لكن السعر النهائي بيتم تحديده بعد الحصاد وظهور الاسعار ومؤشرات الاسعار، وبالتالي المفروض ما بيكونش فيه فروق الاسعار اللي حضرتك بتقول عليها دي. يجب ان يكون السعر هو سعر عادل يضمن للمزارع الحصول على حقه ومتوافق مع سعر السوق والأسعار المحلية والعالمية. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس شريف المنشد، مدير التسويق والبحث والتطوير في شركة مصر هايتك الدولية للبذور، وهنقابله عشان نتعرف على أحدث أصناف هجن الذرة وتقاوي الخضر. تاريخ طويل عمرها بيمتد لأكتر من 30 سنة في مصر. أنا عايز الحكاية، احنا بدأنا هنا في مصر إزاي، ويعني استثمار هندي بيشتغل في مصر في إنتاج التقاوي، اشمعنا مصر تحديدا؟ حضرتك احنا شركة مصر هايتك الدولية للبذور شركة تأسست من سنة 1993، وكان غرضها الأساسي هو تقديم أفضل المنتجات للسوق المصري، وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية زي الذرة الأبيض والذرة الأصفر والسورجم السورجم السودانجي راس اعلاف والسورجم جرين للحبوب. تمام. وبناء عليه احنا كان اول حاجه تبقى عندنا محطه ابحاث زي حضرتك موجود فيها على مساحه حاجه و50 فدان. المحطه دي من اكتر من 20 سنه
وهي شغلها الشاغل ان هي تنتج الهجن المناسبه والملائمه للسوق والظروف المصريه. وبدايه باكوره الانتاج كان سنه 2000 تقريبا او 2001، قدمنا هجين فردي ابيض كان اسمه 2010، وقدمنا ورا منه هجين تاني ابيض كان اسمه 2030، وورا منه هجين ابيض فردي برضو كان اسمه 2036. خرج من محط الابحاث هجن ذره بيضاء ثلاثيه عاليه جدا ومتفوقه، وبتنافس اقوى الهجن الفرديه اللي موجوده في السوق بخلاف هجن هايتك. هجين 1100، هجين 1101، ده بالنسبه للذره الابيض. بالنسبه للذره الاصفر تاريخ طويل برضو، بدأ من هجين كان اسمه 30-40، ياه ده مشهور قوي. أيوة. وورا منه هجين شمس، ثم تطورنا بعد كده بقى في هجن شغال حاليا في السوق 20-55، 20-66، في هجينين تاني 20-88، ده تقريبا من حوالي 4-5 سنين نزل السوق. 20-90 ده نزل السنة اللي قبل اللي فاتت دي على طول، عملنا لانشنج ونزل على كوميرشال سايز، وموجود معانا برضو إن شاء الله السنين اللي جاية. ليه الاستثمار الهندي اختار مصر؟ الاستثمار عشان يعمل فيها انتاج التقاوي او انتاج الهجن. اولا هم الهنود اللي اسسوا الشركه الدكتور سوري سيجال، ده حد عالم كبير جدا في مجال تربيه وتطوير التقاوي الذره تحديدا، فهو كان اساسا اختارنا مصر للاستثمار فيها نظرا للظروف طبعا بتاعتها الملائمه، ونظرا للاقتصاد ساعتها اللي كان مستقر ولا زال الحمد لله ويتطور للاحسن. احنا بالنسبه لنا احنا ما شغلناش مين الكابيتال جاي منين، ولكن اللي يهمنا احنا ان الريفلكت بتاع الكابيتال ده يعود على الاقتصاد المصري ويعود على الاستثمار المصري، ويدينا اصناف جديده احنا محتاجينها وهجوم جديد. احنا بصفه عامه متبنيين في مصر هنا، وانا شخصيا متبني هذه الفكره، التوسع الراسي اللي هو زياده الانتاجيه في نفس وحده المساحه، ان انا بدي اد فاليو برودكت. انا مش ببيع تقاوي، انا ببيع اد فاليو برودكت، عشان لما تزرع الاوردر بتاع هايتك بتاخد قيمه او عائد اضافي. بالنسبه للخضر عندكم برانش كده او قسم متخصص في انتاج تقاوي الخضر؟ صحيح، وعملنا طفره كبيره جدا وبنساهم بقوه في المشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر في مصر، صح كده؟ ده خط الدوله. تمام، بنشارك ازاي؟ فهمنا. عندنا اصناف بتاعت الشركه اوبن بريدنج بروجرام هنا للخضار، بيطلع هجن، في عندنا ثلاث اصناف، ثلاث هجن كوسه، وعندنا صنفين خيار سوب وصنفين خيار اوبن فيلد، وعندنا سويت كورن، الذره السكري، الذره السكري سويت كورن، حاجات كتير. يعني احنا بنبص عليها كحاجه استراتيجيه برضو. حضرتك بتقول ان احنا بنستورد 98% من انتاجنا من الخضار، بنستورد التقوي من بره، لا احنا بنشارك دوله في انتاج الخضار عشان بنوطن صناعه التاج التقوي من الخضار في مصر. احنا قدرنا نعمل حاجه من هنا ونصدرها للعالم؟ احنا بنصدر لدول كتير، احنا بنصدر للجزائر تقاوي، بنصدر لكينيا تقاوي، بنصدر للسودان تقاوي، بنصدر لليبيا تقاوي، بنصدر للاردن تقاوي، في دول كتير بس تايه من بالي. بنصدر لتايلاند، بنصدر للهند تقاوي، سويت كورن ده بنوديه في دول كتيره برضه، بنصدر لشمال اوروبا بعض التقاوي. النهارده بنحتفل بمرور 30 سنه وبنوزع 1000 جايزه، صح كده؟ 1000 جايزه عينيه و1000 جايزه ماديه. ايه شروط المزارع اللي خد جايزه زي كده؟ مالوش اي شرط، احنا عملنا البرنامج اللي هو اللويالتي بروجرام او البرنامج مكافاه المزارعين من 4 سنين بس، بيبقى زي ما حضرتك شايف بيبقى فيه جرار زراعي، ده جايزه كبرى، بيبقى فيه موتوسيكلات، بيبقى فيه شاشات. أيوة. بيبقى فيه بلانترات، بيبقى فيه سطارات زراعيه، بيبقى فيه سبرينج ماشين، بيبقى فيه حاجات كتير. هو بيعمل ايه عشان يفوز؟ ما بيعملش حاجه، ان هو بيشتري الشكاره وبيفتحها بيلاقي جواها كوبون، يبعت الكوبون ده، بيبقى فيه رقم وبيبقى فيه رقم تليفون، بيتصل برقم التليفون ويبلغهم الرقم اللي لقاه ويكسب، يسجل قصدي في المسابقه، وبعد كده يستنى نصيبه في الفوز او من عدمه. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس رامان سيجال، رئيس مجلس اداره شركه مصر هايتك الدوليه للبذور، هندي مصري ده بجد، واصر انه يتكلم عربي مع المزارعين اللي بقاله 30 سنه بيشتغل لخدمتهم وتقديم هجن عاليه الانتاج من الذره وتقاوي الخضر المتميزه. بجد استثمارات ضخمه في البحث والتطوير، ونجح في ايجاد كوادر بحثيه متميزه داخل مصر. We have seen the company grow from a very humble, you know, small company to a large organization where we have unbeatable team in research, production, marketing, and in the supply chain. One of our biggest challenge always remains to produce the best quality seed based on our research and development
in Egypt. We have never shied away investing more and more in research and also in production research to produce our seeds ahead of time to meet the needs of the country. We have distributed in the last 10 years almost 80,000 tons of seed to the Egyptian farmers, and per year almost 400,000 farmers benefit from our crops. We have 10 people in the field at present who are directly in sales, supported by another 10 people who are supporting the sales team. Everybody jumps on the gun and goes to help the farming community. Not that we only sell seed, but we sell high-tech brand where we have to make it stronger every year. To make it stronger, we work all the company 133 employees to support the farming community. تعالوا بقى نقابل وكلاء شركة مصر هايتك الدولية للبذور عشان نتعرف منهم على التحديات اللي بتواجه المزارعين وإنتاجية أصناف هايتك. وحضراتكم احكموا، والبداية مع السيدة أميرة الحداد أدو مجلس النواب ووكيل شركة مصر هايتك الدولية للبذور في المنيا. جهودك عظيمة جدا في نشر زراعة الذرة الصفراء والبيضاء في محافظة المنيا. عندنا مساحات كبيرة جدا، دي عروس الصعيد في الزراعة. عايز أعرف تجربة حضرتك الشخصية، بتتحرك ازاي عشان تفهم الناس أهمية التوسع في زراعة الذرة؟ بالنسبة لي أنا بختار الصنف الجيد بزرعه عندي في الأرض أساسا قبل ما أدي للفلاح. وطبعا أنت عارف الفلاح يعني بيختار دلوقتي الصنف الجيد. في المواسم اللي فاتت سيادة النائبة حصل زيادات في أسعار التقاوي. تمام، الناس أقبلت بشكل كبير جدا، الطلب زاد على المعروض، الأسعار زادت. تمام، عشان نضمن أن ده ما يتكررش في المواسم اللي جاية نعمل إيه؟ بالنسبة لي الأسعار مش بتفرق مع الفلاح على فكرة، لأنه هو عايز صنف جيد، عايز صنف كويس. طبعا بالنسبة يمكن كانت أسعار شركة هايتك لو قارناها بأسعار تاني كانت أسعار يعني مناسبة. نتمنى برضو أن تبقى الأسعار مستقرة. الغربية يعني لحمة ولبن، انتوا أكبر محافظة في مصر في إنتاج حيواني، صح كده؟ نعم. مطمنا أخبارنا إيه؟ وإحنا عندنا مزارع كبيرة جدا لإنتاج اللبن ومزارع كبيرة جدا لإنتاج اللحم. وبسم الله ما شاء الله عندنا إنتاج كويس جدا بالنسبة للحم وبالنسبة لللبن، فالمزارع بيحافظ دايما على إنه يكون عنده استوك، عنده كمية كبيرة مخزون من استهلاك يكفيه طول الموسم، فبيبدأ يحصد ويبدأ يخزن استهلاك بتاعه ويصلح طول السنة إنه يغذى عليه لحد الموسم اللي جاي. الأصناف اللي بيقبل عليها المزارعين في الهجن، إحنا عندنا بعض الأصناف زي 2031 بينتج من 30 لـ35 طن، وهذا الصنف أقوى صنف في الأصناف على مستوى جمهورية مصر العربية في الإنتاج بالنسبة للاستهلاك. في ميزة تانية إن نسبة الذرة إلى نسبة العود قد يكون هنقول 40% أو هنقول 50%، يبقى هو بيعتبر بيأكل علف ما بيأكلش عليقة ملقة، لأن العليقة الملقة دي زي ما إحنا عارفين ممكن تكون أي حاجة تانية زي البرسيم زي الدريس زي القش، لكن هو بيأكل علف لأنه بيأكل نصف الإنتاج بتاعه أو نصف الكومة اللي عنده، أو هنقول بمعنى تاني إن هو كل الإنتاج بتاعه بتاع السلاك بيبقى نصه علف ونصه عليقة ملقة، وده بيوفر على المزارع علف، بيوفر نسبة كبيرة جدا من الفلوس كمان. سوت فيها مساحات كبيرة جدا مزرعة بذرة الصفرة، صح كده؟ والذرة البيضة وكمان الذرة الشامية. النهاردة حضرتك المزارع إقباله على زراعة الذرة الصفرة عامل إزاي؟ إقباله على في الصعيد تحديدا الذرة الصفرة في الصعيد نظرا للأزمات العالمية، لأن الناس عندنا ملمة وثقافتها ملمة بما يحدث في العالم من اضطرابات في الحبوب واستيرادها ومشاكلها. فالنهاردة يمكن شركة هايتك هي المنتشرة بنسبة عالية جدا، يعني مش هقول عايز اقول نسبة 90% لكن يمكن اكتر. المزارع في اسيوط بيميل اكتر للحبوب ولا السلاج؟ لا، يميل للحبوب اكتر. احنا لسه ثقافة السلاج لسه داخلة عندنا قريب يعني، انما ابتدت تنتشر يعني، لان النهاردة حضرتك انت يعني النهاردة السلاج مهم جدا جدا فعلا في المشية. فالنهاردة انا كصاحب ارض وعندي مشية فانا اعمل سلاج في ارضي، فبالتالي أوفر على نفسي. خبراء مصر هايتك الدولية للبذور بقالهم 30 سنة شغالين في مصر على البحث والتطوير لهجن الذرة الصفرة والبيضة وتقاوي الأعلاف والخضر، بجد حاجة تفرح. ومحطتهم البحثية ما تقلش بأي حال من الأحوال عن المحطات العالمية اللي بنشوفها في أمريكا وأوروبا. برافو بجد.